واحد من المهاجمين الكبار في الدوري المصري الممتاز، واحد من أكثر اللاعبين خبرة في الدوري المصري الممتاز. زي ما بيقولوا كده، كل ما بيكبر بيحلى، كل ما بيكبر بيتألق، كل ما بيكبر بيسجل أكتر وبيزور الشباك دايما. المهاجم الكبير كابتن خالد قمر، لاعب طلائع الجيش، مسجل هدف الأول النهاردة في فوز طلائع الجيش على النادي المصري البورسعيدي. يا كابتن خالد، مشرف ومنور. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك. تسلم لي حبيب قلبي. ألف مليون مبروك الفوز النهاردة، وألف مليون مبروك الهدف اللي سجلته اللي فتح يعني نتيجة المباراة. حبيبي ربنا يخليك. طبعا مبروك لي ومبروك للنادي الجيش والزمايلي والجهاز كله. بالعكس، فريق محترم النهارده، فريق نادي المصري، فناخد منه 3 بوينت. فاكيد طبعا ببارك لكل المنظومه كلها. عملنا ماتش النهارده الحمد لله، كنا رجاله النهارده وربنا كرمنا وانت خارج النهارده من المباراه كان يبدو ان انت زعلان شويه. زعلان عشان كنت عايز جدا. تكمل؟ كنت زعلان جدا. يعني هو بس عشان ما ناخدهاش في حته تانيه خالص، بالظبط انا هو عايزك توضح. زعلي ان انا كنت عايز ابقى موجود في ان الحمد لله كنت جايب جون وعامل جون، وكنت يعني حاسس ان انا ممكن اجيب جون كمان. فهي التغيير كده كده بتاع الجهاز، فعشان في ناس كتير بتاخدها في حته ان في مشاكل وكده. لا لا خالص، هو ما فيهاش مشكله، هو غلط مني كصوره قدام الناس. لكن هو طبعا ان انا مش قصدي في حاجه، انا كل القصد ان انا يعني ان انا زعلان جدا ان انا طالع. كان نفسي اكمل مع زمايلي الماتش يعني. انت سجلت هدف بس حسيت ان الدنيا ممكن تخليك تسجل هدف تاني، يعني الامور فيها كانت ماشيه بصراحه، يعني الحمد لله كانت ماشيه. كانت توفيق ربنا النهارده كان موجود معايا. كنت حاسس ان انا ممكن اجيب هدف واتنين. انتوا لعبت 3 مباريات في منتهى القوه ورا بعض يا كابتن خالد، الاهلي زمالك مصري ورا بعض. طبعا يعني ماتش الاهلي والزمالك احنا كانت بصراحه، بص يعني بدايتنا كانت النهارده، يعني عدينا ماتش الاهلي كويس جدا، يعني الناس كلها اتكلمت واحنا كنا راضيين عن نفسنا. ماتش الزمالك انا بعتبره ان احنا ما لعبناش لسه الزمالك، ما كناش كويسين في ماتش الزمالك معظمنا. فكانت بدايتنا النهارده طب يعني ليه عدنا مع بالمناسبه، نفسنا. قبل ما نوصل للمصري، ليه الاداء قدام النادي الاهلي كان افضل كثيرا من اداء الفريق قدام الزمالك؟ لا وانت برضو لو كنت جبت ماتش الزمالك في الاول كان ممكن يبقى الاداء كده، مش الاهلي او الزمالك لا انا بتكلم ان هو انتوا بس. كنتوا حالتكم حلوه قدام النادي الاهلي، الحاله ما كانتش افضل بالظبط، شيء قدام الزمالك. ما انا بتكلم عليك ان مثلا لو في ماتش الزمالك يعني ما كنتش تطلع لعيب او اتنين كويسين، كان اللعيبه كلها كان ما كانتش في حالتها. صح. فاحنا قعدنا بعد الماتش وقلنا ان احنا يعني الفريق كويس واداره محترمه وجهاز فن محترم ولاعيبه يعني كويسه جدا، فاحنا مش ناقصنا اي حاجه. فلازم نطلع من اللي احنا فيه ان احنا يعني نحاول ان احنا ما نخسرش الفتره الجايه. صحيح. كان عهد كده وكان وعد ما بيننا وما بين نفسنا وما بيننا وبين الاداره والجهاز ان تبقى بدايتنا النهارده. صحيح. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده، وطول ما الفرقه يعني فرقتنا بتدي بروح وبعزيمه وباراده وبيبقى عندهم يبقوا عايزين نازلين الماتش عايزين يكسبوا، فبنكسب اي حد. طبعا الماتش كان صعب جدا النهارده والحمد لله طلعنا بيه. طلائع الجيش ختم الموسم اللي فات في المربع الذهبي، طلائع الجيش تفتكر هيروح لحد فين الموسم ده في الدوري؟ والله ده حاجه كويسه، يعني الواحد جاي طلائع الجيش ومركز رابع، فده حاجه بتخلينا ان احنا نبص لفوق ان احنا ان شاء الله السنه دي ما ننزلش. زي ما بقول لك والله مش ناقصنا اي حاجه. اللعيبه زي ما شفت يعني لعيبه محترمه جدا ولعيبه كويسه وكلها لعبت انديه قمه وكلهم معظمهم لعيبه دوليه، فاحنا مش ناقصنا اي حاجه غير توفيق ربنا الفتره الجايه يعني عايزين نلعب على ملعبنا. بقالنا يعني مثلا داخلين في 4 ماتشات ورا بعض مش بنلعب على ملعب نادي طلائع الجيش. صحيح. حتى الماتش الجاي بره، يعني الماتش الجاي بتاع المحله في المحله برضه، وده ماتش يعني صعب برضه. انتوا فعلا طبعا انتوا عندكم كام مواجهه ورا بعض كده كلها مواجهات تقيله. ما هو زي ما بقول لك احنا لعبنا الاتحاد في اسكندريه والاهلي بره والزمالك بره والمصري بره والمحله بره، دول ورا بعض. صعب صعب يعني فيهم ماتشات بتبقى ملعبنا بس، يعني اهلي وزمالك انت بتلعبهمش على ملعب الجيش. وماتش المصري النهارده كان ماتشنا، فبرضه يعني ده حاجه يعني، وكمان ضغط المباريات. بس ده انا مبسوط بالضغط، يعني كل 3 4 ايام ماتش، فده بتبقى حاجه كويسه يعني. ما بتلحقش طبعا تتفرج على اي ماتشات في كاس العالم. لا بنتفرج في بتعدي المعسكرات عليك والحاجات دي، بنتفرج بتعدي عليك. يعني مين اللي عجبك في كاس العالم ده؟
بالمناسبة المغرب طبعا. المغرب طبعا يعني عامله انجاز غير طبيعي، يعني حاجه ما حصلتش في افريقيا كلها يعني، وفي العرب كلهم. ايه رأيك في الجامب اللي عمله يوسف نصيري في الهدف في مرمى البرتغال؟ بص مش هتكلم في الجامب، هو يعني الفرقه كلها بتفكرني بمنتخب مصر 2008 و2010 صح الفتره دي صح والله بجد. صح بيكسبوا بروحهم مش صح بلعبهم وكده، صح ان هم يطلعوا الفرق الجامده دي، بيطلعوا يعني بطل العالم بلجيكا، وبيطلعوا اسبانيا، وبيطلعوا الماتش البرتغال اللي فات البرتغال البرتغال. فبصراحه هم يعني لعيبه يتقال عليهم فعلا رجاله قوي، يعني مش ناقصهم اي حاجه. يعني الماتش الجاي برضو انا متوقع ان هم ان شاء الله هيكسبوا، فرنسا يكسبوا فرنسا كسب يعني كسبوا بطل العالم، يعني بلجيكا ما كانت بطله العالم، بلجيكا كان والبرتغال نفس ثالث العالم الكلام صحيح، بلجيكا ثالث العالم وكرواتيا وصيف العالم واسبانيا كانت بالظبط. بطل عالم قبل كده بص والبرتغال هم مرشحة فرقه محترمه جدا ولاعيبه عندها روح غير طبيعي، صح. فهي الكره دلوقتي كده. صحيح كابتن الكبير كابتن خالد قمر مهاجم نادي طلائع الجيش، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله بعد فوز طلائع الجيش اليوم على المصري البورسعيدي 3-1، وكان خالد قمر سجل الهدف الاول وعمل اسيست للهدف الثاني.